معايا نص كوباية من الحليب الدافي، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من الحليب المكثف المحلى. ممكن نستغنى عن الحليب المكثف المحلى ونحط سكر، ولكن الحليب المكثف المحلى بيدي طعم حلو قوي للعجينة بتاعتي. هقلب الحليب مع الحليب المكثف مع الخميرة. دلوقتي هنزل بثلاث كوبايات من الدقيق متعدد الاستعمالات، هحاول اقلب. بس قبل ما انسى هحط رشة من الملح تقريبا ربع معلقة. هشيل الاسباتيولا واعجن بايدي، هفضل اعجن لحد ما تتكون معايا عجينة ناعمة. دلوقتي المكونات بتاعتي كلها اندمجت مع بعضها، هحط معلقة كبيرة من الزبدة واخلطها كويس جدا بقى بالعجينة بتاعتي لحد ما تبقى العجينة بتاعتي ناعمة جدا وطرية. وبكده العجينة بتاعتي بعد ما تجانست معايا بالشكل ده كده هسيبها بقى في مكان دافي تتخمر. العجينة بتاعتي بقت جاهزة معايا بالشكل الجميل ده كده. هنهبط التخمير، نقلبها على المفرش، نقسم العجينة بتاعتنا قطع متساوية على قد ما نقدر بالشكل ده كده. كده ببل ايدي دقيق، اقطع العجينة اكورها بالشكل ده كده الحجم ده. هكمل كل الكمية اللي معايا كده. خلصت كل العجينة كورتها، اول واحدة كورتها ارتاحت معايا شوية، هي اللي هفردها دلوقتي. دلوقتي فردت العجينة بتاعتي بالشكل ما يقارب المثلث. معلقة بقى شوكولاتة كده او اي حشوة احنا بنحبها اللي احنا عايزين نحشي بيه نحشي بيه، مفيش اي مشكلة خالص. هقفل بقى عليها بالشكل ده كده اهو، وهلف بالشكل ده. هفرد بالشكل ده كده من الجناب، هجيب كده يمين وكده شمال، ومن هنا بالطول كده ويمين وشمال. انا باخد من النص اليمين ومن النص للشمال ومن النص اطلع لفوق. معلقة الشوكولاتة زي ما قلنا، ممكن تكون شوكولاتة بيضة، شوكولاتة غامقة، شوكولاتة كراميل، صوص اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي، مربى، صوص فراولة، اي حاجة اي حاجة احنا بنحبها اهو بكل سهولة بالشكل ده كده. بنفس الطريقة من النص بطلع لفوق، من النص يمين، من النص شمال بالشكل ده كده، علشان يبقى معايا الشكل مثلث عادي جدا. وبنفس الطريقة هحشي وهكمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها بالشكل ده كده. هقفل اهو بالشكل ده، وفي الاخر اهو هحط بقى التقفيلة دي في الصينية بتاعتي من تحت. حطيتها في الحاجة اللي انا دخلها فيها الفرن سواء قالب او صينية حليب مكثف محلى، بقى هدهن بيها الوش، وبعد ما ادهنه هسيبه بقى يرتاح مدة ما تقلش عن التلت ساعة او نص ساعة، مش يرتاح لا، يتضاعف حجمه في التخمير كمان على جنب كده في مكان دافي كده. بعد ما اتخمرت معانا المرة التانية هحطها في الفرن على درجة حرارة 200 كده. الخبز بتاعنا بعد ما طلع معانا شايفين بقى بجد حلو جدا، الشوكولاتة اتكرملت بقت تحفة من جوه. وصفة حلوة جدا، سهلة جدا، بسيطة، طعمها تحفة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الفيديو ويعجبه ياريت يسيب لي رأيه في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك. سلام.